يقول إذا يقول أثناء الرقية إذا تحدث الجني فهل لي أن أسأله عن السحر ومن وضعه؟ عن إيش؟ عن السحر ومن وضعه. لا، لا تسأل عن المغيبات، عن السحر. قل له اتق الله واخرج من هذا الإنسان، واتق الله ولا تعتدي على المسلمين، انصحه. أما أنك تسأل عن أشياء ويخبرك بهذا ما يجوز. نعم.